نجاح باهر حققته مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021. تاريخياً كانت البطولة في كافة تفاصيلها، بدءاً بمشاركة 32 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. للظروف التي تم فيها التنظيم ودفعت العالم أجمع إلى غلق أبوابه أو إلغاء فعاليات أقل منها بكثير نظراً لجائحة كورونا، أو التنظيم الذي أشاد به المنتخبات المشاركة ووسائل الإعلام العربية والعالمية. دعم القيادة السياسية المتواصل للبطولة منذ اللحظة الأولى لفوز مصر بحق التنظيم كان العامل الحاسم في الإنجاز، حيث أثبتت مصر للعالم أنها تمتلك بنية تحتية رياضية بمواصفات عالمية وقدرات تنظيمية تقبل التحدي مهما كانت الظروف التي يعاني منها العالم. كان موعد انطلاق البطولة يتزامن مع ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا في العالم، لكن هذا الأمر كان دافعاً للدولة المصرية إلى وضع العديد والعديد من السيناريوهات للتعامل مع هذا الأمر. فكان نظام الفقاعة الطبية الذي اتبعته مصر كأول دولة في العالم تضع نظاماً صحياً وقائياً للمشاركين في بطولة لحماية كافة المشاركين وعدم نقل العدوى سواء للاعبين أو الأجهزة الرياضية أو غيرهم. كانت مصر رائدة لتخرج البطولة بشكل يليق باسمها في المسابقة الأعرق والأقوى على صعيد كرة اليد. لم يقتصر النجاح على التنظيم المبهر للمونديال، حيث نجح منتخب الفراعنة في تحقيق المركز السابع بالبطولة بعد أداء مشرف نال احترام وتقدير العالم، وذلك بعد مباراة ملحمية أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي بضربات الترجيح في صالة استاد القاهرة. الإشادة التي خرجت عن ممثل المنتخبات المشاركة بالمونديال بل ورها الاتحاد الدولي لكرة اليد حين أكد أن المستوى الفني للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 من بين أعلى المستويات في تاريخ البطولة، خاصة وأن المونديال هذه المرة هو أول بطولة عالمية على الإطلاق تستضيف 32 فريقاً، مشيراً أن المنافسة حققت علامة فارقة في تاريخ بطولات العالم.